صباح هذا اليوم توجه أحد الشبان بجرافة في من منطقة واد الحسين إلى منطقة واد النصار ومنطقة حارة جابر في قلب مدينة الخليل، وهذه المنطقة مغلقة بشكل كامل من قبل الاحتلال، وهذا الشاب قام بإزاحة السواتر أو المكعبات الأسمنتية الموجودة في الطريق، فأطلق عليه جنود الاحتلال وابلا كثيفا من الرصاص فأصيب بشكل مباشر. إطلاق النار كما ورد من المواطنين في تلك المنطقة كان بشكل جنوني باتجاه الجرافة وباتجاه الشاب، فأدى إلى إصابته بشكل مباشر، ومن ثم جنود الاحتلال أيضا توجهوا إلى هذه الجرافة وتأكدوا أن الشاب قد استشهد، وقاموا بإطلاق النار عليه مرة أخرى ليكون بذلك عملية إعدام ميدانية ينفذها جنود الاحتلال في تلك المنطقة. بالطبع جنود الاحتلال في هذه الحالات يمنعون مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، ومن ثم ينتظرون حتى يعلن عن استشهاد الشاب، وهذا ما جرى هذا صباح هذا اليوم، حيث انتظر جنود الاحتلال الشاب حتى يعني تأكدوا من استشهاده، ومن ثم يسمحوا أو في معظم الحالات لا يسمحوا لطواقم الإسعاف بالوصول إليه، بل يقومون باحتجاز جثمين الشهداء. إذا تحدثنا عن هذه المنطقة التي استشهد فيها الشاب فهي من أكثر المناطق تعقيدا بالنسبة للحياة للمواطنين في تلك المنطقة، حيث أن جنود الاحتلال متواجدين بشكل دائم أمام منازل المواطنين وأمام نوافذ المواطنين، وأيضا المستوطنين الذين يعبرون من تلك المنطقة باتجاه المسجد الإبراهيمي لاقتحامه، يأتون من منطقة كريات أربعة إلى تلك المنطقة، ومن ثم يتوجهون إلى المسجد الإبراهيمي، يقومون بالاعتداء بشكل كبير وبشكل يومي على المواطنين. يوم أمس شاهدنا فيديوهات من تلك المنطقة حيث كان المستوطنون وليسوا جنود يقومون بتهديد المواطنين وإجبارهم على الدخول إلى منازلهم ومنع المواطنين من الخروج من المنازل في تلك المنطقة تحت تهديد السلاح، ويقومون بمطاردة المواطنين والأطفال والاعتداء عليهم في الشوارع. حياة صعبة جدا يعيشها المواطنون في تلك المنطقة وفي معظم مناطق الخليل المغلقة من قبل الاحتلال، والتي يهدد فيها المستوطنين حياة المواطنين بشكل كبير. وفي هذه الأيام تزداد دائما خاصة أيام الأعياد والأيام التي تكون فيها تواجد المستوطنين بشكل كبير، يكون اعتداءات المستوطنين على المواطنين بشكل أكبر وكثير. إذا تحدثنا في موضوع آخر وهو استشهاد الشاب أيضا محمد جواد الصغير مساء أمس، والذي أطلق عليه جنود الاحتلال النار أثناء محاولة توجهه إلى منزله في منطقة فرش الهوى، وعائلته تسكن في تلك المنطقة وكان متوجها إلى المنزل، أطلق عليه جنود الاحتلال النار بشكل مباشر فأصابوه برصاصة في الصدر وكانت إصابته خطيرة، نقل على إثرها إلى المشفى الأهلي وحاول الأطباء إنعاشه، ولكن فيما بعد أعلن عن استشهاده. هذا الشاب يبلغ من العمر 21 عاما، استشهد مساء أمس، واليوم سيتم تشييع جثمانه إلى مساءه الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد الحرس في قلب مدينة الخليل.